هوريكوا هوريكوا. اسمعي اللي بقولك عليه يا ناديه، روحي اقعدي في بيت ابوكي. انت مالك، انت مالك؟ اقعد هنا ولا اقعد في بيت ابوي؟ انت هنا تسمع اللي بيقولوا لك عليه وبس؟ انت هنا اصلا قدامه وعمايلك انت، عمايل ولاد اكابر. فكر كده، لو كان ابوكي عايش كنت هتعملي كده؟ ابوي سابني للديابه تنعش لحمي. هو ما سابنيش، عبد الحكيم اللي حرمني منه. وخدت حقك؟ حقي راح زي ما كل حاجه حبيتها راحت. لا يا ناديه، ما فيش حاجه راحت. اسمع مني، البيت ده بيت شؤم، ولما هو شؤم قاعده فيه ليه؟ عشان انا لو طلعت من هنا مش هلاقي حتى تلمي. حرام عليكي نفسك. ما كانش لازم تتعب نفسك. لا ده انا اتعب نفسي ونص كمان. طب ومكتبك؟ انا اديت للمكتب النهارده اجازه. كمان؟ ده انت كده ناوي تقعد معايا اليوم كله بقى؟ بصراحه اه. شكلك كده قلقان، قلت تيجي تشوفني شايفه شغلي ولا لا ولا ايه؟ لا والله. هو لي لا والله، انت لو متاكد من شهد انها تعرف تدير الشغل كويس قوي كنت بالتليفون بس كده تطمن عليا مش اكتر. وليه ما تقوليش بقى ان انا عايزه اطمن عليكي في مكانك الجديد؟ ده كده كتير عليا والله. لا كتير ولا حاجه. ما تقلقش يا عزت، انا هرجع شهادتي بتاعت زمان، لما اخد خطوه في طريق نجاح هكمله للاخر، ما تخافش. عميل والله. تاخدي تردي؟ اه ارد قوي عادي يعني. الو. اه تليفون الاستاذ عزت، خطيبته. أنا خطبت. أه اتفضلي معاكي. أيوة يا فندم. أه معلش المكتب النهارده كان قافل. ظرف طارئ. أه بكرة إن شاء الله هكون في الميعاد إن شاء الله. شكرا يا فندم. بريء أنا أهو. تليفون شغل. ماشي. براحتك بتاع التليفونات البريئة. أنا هقوم آخد لفة كده في المصنع. تحب تيجي معايا ولا تقعد ترد على التليفون؟ لا انا هستناك. ماشي براحتك. ايه ده واخد بعضك ورايح على فين؟ لا مفيش خروج الا ما تتعافى باذن الله. الحمد لله انا زين. ايوه يا حبيبي الحمد لله، بس احنا برضو مالناش غيرك يا مروان، ما انت كبرنا يا حبيبنا. تقلقيش انا باجي اتعامل خير. عاوزه فلوس؟ يعني عايزه اشتري شويه حاجات كده. عاوزه تشتري شويه حاجات ولا عاوزه حقك؟ وبعدين بقى بص، انت اللي بتفتح المواضيع اهو. اصلي بيني وما بينك انا في دماغي سرينة عماله تطلع لفوق ومش عارفه افكر. ليه كل دي؟ يعني بقول يعني لو انت يعني نويت فعلا تدي كل واحده حقها يبقى خير وبركه. كلمي شاهد، هي محاميه وعارفه كل حاجه. تحسب الحسبه واللي هيطلع لك انا هديهولك. الله يكرمك. احنا هنعيده تاني يا جبرية؟ أصل أنت مش فاهمة حاجة يا أختي. أنا بقصد بدل مروان ناوي يدي كل واحدة حقها، ليه الكلام ده ما يبقاش على ورق؟ وبعدين في الأول وفي الآخر كل حاجة هترجع لمروان تاني وتبقى في إيده، ما هو كبرنا. طب لازمتها إيه عاد؟ الله، لازمتها إن الواحد يعرف راسه من رجليه. جرالك إيه يا جبرية؟ خلاص خلاص، لما تتفقوا كلموني. سلام عليكم. رايح فين؟ عندي مشوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرى يا جبرية؟ مالك يا اختي متزرزرة ومضايقة روحك ليه؟ احنا مش يا ولية متفقين وتصالحنا وقلنا صافي يا لبن حليب يا قشطة، ولا انت رجعت في كلامك تاني؟ ما رجعتش، لكن اللي قلته ده يخوفني. يخوفك من ايه بس؟ وانا هاخد الفلوس واجري؟ وتاخدي فلوس ليه؟ ما انت قاعدة تاكلي وتشربها، عايزاه تاني. الحمد لله. هو انا اصلا بتكلم معاكي ليه؟ انا اتكلمت مع مروان وقال لي من عيني يا أم كريمة اللي انت عايزاه كل طلباتك مجابة. طب خلي مروان يعمل لك حاجة من غير ما يقول لي وانا اقتلك انت وهو في يوم واحد. ليه تقتلينا ليه؟ يا جبرية يا حبيبتي، انا كل اللي اقصده ان البنات يبقى معاهم حقهم على ورق مش اكتر. اها، لما يبقوا متجوزين اغراب. وليه انت هتجننيني؟ بقول على ورق مش هاخد فلوس، يبقى معاهم حقهم على ورق في حاجه دي؟ وليه تروحي تتكلمي مع مروان من غير ما تقولي لي انك هتتكلمي معاه؟ نعم يا اختي. ايه شايفاني نغه ولا عيله صغيره؟ اجي اخد منك الاذن. عن اذنك يا ابله جبريه اروح اتكلم مع عمو مروان. صح تاخدي الاذن، انا ام الولاد اللي في يدهم البيت والفلوس وكل حاجه. ما تنسيش يا ست جبريه، انا كمان مرات عبد الله الله يرحمه وعبد الحكيم الله يرحمه، يعني ليا قدك مرتين كمان. عايزه ايه بقى؟ التنين ماتوا يا حبيبتي. إيه؟ وانا اللي باقيه. ايه في ايه؟ ما تقعدوا شويه، عندنا ضيوف. ضيوف مين؟ ريم وعادل يا ست جبريه. أختي جوزك المرحوم يا جوجو. يلا يا جوجو الله يرحمه. يلا ربنا موجود ياخد الكل. أهو الله كريم ينتقم من الظالم. يا مرحب يا مرحب. أهلا وسهلا، نورت الدنيا والله. ازيك يا ست جبرية؟ عاملة إيه؟ وحشتيني والله. أنتِ ما بتسأليش عليا خالص. ولا أنتِ كمان بتسألي؟ اصلا زعلانه مني، بس انا جيت لك برضه عشان اشوف مروان واشوف اخباره عامل ايه، عشان تعرفي بس ان انا قلب ابيض. انت هتقولي لي فله والله. طيب تعالي نقعدوا كده نتكلموا شويه ونسيبوا الرجاله مع بعضها بالاذن. اتفضل يا ام. تعالي تعالي. اخبارك ايه دلوقتي يا مروان؟ الحمد لله زين، والشغل احسن من الاول. طب عندك خلفية عن آخر التطورات اللي حصلت ولا لأ؟ كيف يعني؟ وأنا في سريري؟ أقول لك يا سيدي، الناس جاية إن شاء الله الأسبوع الجاي عشان يخلصوا في كل حاجة ولازم يستلم. وأنا جاهز. هي ريم هاني ما جاتلكش ولا إيه؟ ريم تقول لي عليها مروان؟ ما هي ريم ما تعرفش اللي أنت بتعمله. اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ ريم مركزة في المنطقة اللي إحنا بنحفر فيها أول ما إحنا جينا البلد. ما تعرفش المنطقة التانية اللي أنت خلاص خلصت فيها وكلمت الناس عليها واتفقتوا على كل حاجة. أصل أنا ما كنتش مسافر بلعب يا مروان. أنت ده الوجه جاي عشان تلومني؟ خالص حبيبي، أنا جاي أطمن عليك وبعدين نتفق. وأنا تحت أمرك.